قبل أن أخوض بتفاصيل البورصات العربية وأيضا البورصات العالمية، أرحب بضيفي محلل أول في الأسواق المالية في مجموعة إكويتي سيركيس تشوبريان الذي ينضم معنا عبر سكايب من عمان. أهلا بك سيد سيركيس. إذن مباشرة أبدأ معك بعد الترحيب. البيت الأبيض قال بأن إدارة بايدن الإدارة الأمريكية تدعو تحالف أوبك بلس ومنتجي النفط بضرورة زيادة مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة لأن مستويات الإنتاج الحالية غير كافية. ما تعليقك على هذا الطرح من قبل الإدارة الأمريكية؟ بالفعل هذه التصريحات يوم أمس أبرزت موضوع مهم جدا، وهي توقعات البيت الأبيض المستقبلية باستمرار تعافي النفط. يعني زي ما احنا شايفين على أرض الواقع في العالم هنالك تعافي واضح في الأسواق المالية والطلب العالمي على النفط، رغم أن هنالك أيضا تخفيضات وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب العالمي هذه السنة ورؤيتها بفائض في الإنتاج. لكن الآن تنظر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض إلى أن حقيقة ارتفاع أسعار المستقات النفطية والتي ذكروا منها البنزين تعتبر أمر قد يكون مضر في وتيرة التعافي الاقتصادي. كما نعلم الاقتصاد الأمريكي دخل خلال عام 2020 في ركود اقتصادي لم نشهد له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، والآن بدأ الاقتصاد الأمريكي يظهر لنا مراحل التعافي. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار ارتفاع أسعار أدوات الطاقة سيغير العادات الاستهلاكية لدى المستهلكين والأسر، وهذا بالتالي سينعكس سلبا على وتيرة التعافي الاقتصادي. فتعليقي على رأي أو مطالبات البيت الأبيض لذلك هي مشتقة من نظرة مستقبلية وخشية استمرار ارتفاع الأسعار، لأن ذلك سيضر في الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي كما نعلم. وبالتالي تريد إدارة البيت الأبيض أن تبرز هذه الأهمية ومطالبات بمزيد من التدفقات النفطية، رغم رأي آخر موجود لوكالة الطاقة الدولية بأن سيكون هنالك فائض قرابة 500,000 برميل نفط يوميا خلال هذه السنة. لذلك يعني حكومة الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية وحتى الصين تتجه لمعالجة الانبعاثات الكربونية وأيضا تتجه لخطط جديدة من أجل زيادة استخدامات أنواع الطاقات الجديدة. إذن بذلك كيف سيؤثر هذا التوجه من قبل الإدارة الأمريكية والصين التي تعتبر من كبار الدول المستهلكة للطاقة على الدول المنتجة للنفط والتي تعتمد على النفط بشكل أساسي؟ تماما كما تفضلت بأن الدول العظمى وتحديدا الولايات المتحدة والصين وهي أكبر مستهلك للنفط في العالم الأول والثاني يتوجهون إلى الطاقة النظيفة. لكن باعتقادي شخصيا أن هذه طريق طويلة، لا نستطيع أن نتحدث عن عام أو عامين، ربما سنحتاج سنوات طويلة حتى نرى تغيرات جذرية. تأثير ذلك على الدول المنتجة للنفط نلاحظه منذ الآن، وهي العديد من الدول المنتجة للنفط أصبحت تدخل في معادلة الناتج المحلي الإجمالي موارد وإيرادات ليست نفطية، وهذا التنويع قد يكون سبب أيضا لإبقاء الاستقرار في الدول المنتجة للنفط. فتوجه الولايات المتحدة والصين وغيرها كمان زي ما بنعرف في منطقة اليورو إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتأثيره على المناخ العالمي، كما نشهد حاليا تغيرات مناخية تسببت في كوارث بحسب الخبراء، هذا كله قد يكون له تأثير لكن على مدى سنوات طويلة، أتحدث عن أكثر من 5 سنوات. فعلى المدى القصير أعتقد بأن التأثيرات محدودة جدا، لأننا بحاجة لوقت زمني طويل لتغيرات شاملة بخصوص استخدامات الطاقة، إن كانت طاقة نفطية أو طاقة الغاز وحتى أيضا أنواع أخرى تستخدمها الصين. فلذلك التأثير قصير الأمد قد لا يكون ملحوظ، خصوصا مع التغيرات التي نشهدها كما أشرت لحضرتك في الدول المنتجة لتنويع مصادر الدخل. طيب هل إنتاج النفط الحالي كافي لانتعاش الاقتصاد العالمي؟ وهل أيضا هذا الإنتاج يهدد إذا ما بقي على حاله يهدد انتعاش الاقتصاد العالمي؟ قبل انتشار سلالة كورونا المتحورة بالفعل كان هنالك قلق كبير، حتى احنا عندنا في قسم الدراسات في مجموعة إكويتي
كنا نراقب هل المعروض من منظمة أوبك والحلفاء كافي؟ كان يبدو بأنه بالفعل غير كافي، لكن الآن مع انتشار متحورات كورونا نلاحظ انخفاض في استهلاك النفط تحديدا في الصين وكذلك في الهند وبعض الدول الآسيوية الأخرى. الآن توقعات وكالة الطاقة الدولية أصبحت تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط قد يصل كمتوسط يومي لمستوى 96.2%، بينما هنالك توقعات بأن يصل متوسط المعروض العالمي من النفط إلى حوالي 96 أو أكثر من المطلوب، وهذا يتركنا في فجوة لصالح المعروض. بالتالي باعتقادي الآن نحن أمام مرحلة من تغيرات ليست جذرية لكن طفيفة في فروقات الطلب والعرض. كنا سابقا نخشى من عدم وفرة الإنتاج، لكن الآن يبدو بأن الإنتاج كافي، وهذا ما انعكس على حركة أسعار النفط. لو نظرنا إلى حركة أسعار النفط هذا الشهر قد انخفضت، حتى مع أن هذا الانخفاض ما زال يعتبر حتى هذه اللحظة تصحيحي مقارنة في موجات الارتفاع الكبيرة اللي بدت من شهر 3 عام 2020، وحتى هذه السنة شفنا ارتفاعات تفوق 50%. فالانخفاض الذي حصل هو انعكاس لهذه التغيرات من متحور فيروس كورونا وما سبب في بعض الانخفاض في الطلب العالمي. لا يجب أيضا أن ننسى موضوعان مهمان، وهما الأول بأن منظمة أوبك بلس اتفقت على رفع تدريجي للإنتاج يبلغ مقداره 400 ألف برميل بشكل شهري. وثانيا لا يجب أن ننسى بأن مطالبات البيت الأبيض لم تتوجه إلى المنتج الأمريكي، بل توجهت إلى أين؟ توجهت إلى ما سموهم بالمنتجين الكبار، وكانوا يقصدون منظمة أوبك والحلفاء يطالبونها برفع الإنتاج. الآن بالنسبة لموضوع كفاية الطلب والعرض والفروقات بينهما، وصلنا حد سعري في أسعار النفط كنا نتوقعه سابقا بأنه نطاق يبدو نوعا ما عادل بالنسبة لعديد من الدول المنتجة، نطاقات إذا تكلمنا عن سعر النفط الأمريكي الخفيف أو عقود غرب تكساس الوسيط 65 إلى 75 دولار ضمن 10 دولار تحرك تعتبر مستويات عادلة. وأيضا بالنسبة لعقود برينت أيضا 68 إلى مستويات 77-78 أيضا تبدو عادلة. الآن ما يقلق العالم هو تواصل ارتفاع أسعار النفط المتواصل، لكن حتى لو بقيت أسعار النفط التي يراها البعض حاليا مرتفعة بعض الشيء، لكن استقرارها ضمن نطاقات جانبية هذا يدعو الآن إلى النظر بأن هنالك تكافؤ ما بين الطلب والعرض عالميا مع بعض أو القليل جدا من الفائض في المعروض. لكن لنأتي الآن إلى توقعاتي الشخصية. أعتقد بأن الدول لم تتوجه إلى إغلاقات كبيرة بسبب متحورات كورونا كما شاهدنا في عام 2020، وهذا الأمر تحديدا يجعلني أعتقد بأنه الطلب على النفط قد ينخفض عن التوقعات السابقة، لكن ما زال بنمو. حتى وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو مقداره 5.3 تقريبا 5.2 أو 5.3 مليون برميل مقارنة في عام 2020، وأيضا العام المقبل أكثر قليلا من 3 مليون برميل. فنمو الطلب ما زال مستمر، وأيضا في عنا زيادة في المعروض مما قد يبقي على حالة التوازن الحالية. وربما خلال الفترة المقبلة إن ثبت بأن الدول لم تتوجه إلى إغلاقات شاملة فهذا قد يكون أمر إيجابي نوعا ما لأسعار النفط. إذن الإنتاج الحالي لا يشكل تهديدا على الاقتصاد العالمي، وإنما المخاوف من زيادة أسعار النفط. هل ترى ارتفاع أسعار النفط التي ذكرت أن هناك ارتفاعا يعني جاوز 50%، هل تعتقد بأنه هو السبب وراء تأجيج مخاوف التضخم؟ لا شك كما تفضلت حضرتك الترابط كبير جدا ما بين أسعار النفط والتضخم، رغم أن الاقتصاد يقسم أنواع التضخم إلى عدة أنواع أذكر منها على وجه الخصوص: التضخم بالقيمة الجوهرية، والتضخم العادي المتعارف عليه الذي يشمل كامل سلة الغذاء شاملة أيضا أسعار الطاقة. الآن ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على مؤشرات أسعار المستهلكين بالقيمة العامة. في الولايات المتحدة شفنا ارتفاع التضخم 5.4 واستقر عند 5.4، في بريطانيا 2.5، في أوروبا أيضا بدأ يرتفع، في الصين رغم الانخفاض لكن ما زال عند 1%.
الآن ارتفاع أسعار النفط ينعكس مباشرة على أسعار المستهلكين، لكن على المدى الأبعد قليلا ينعكس كذلك على أسعار المستهلكين بالقيم الجوهرية التي تستثني الغذاء والطاقة. كيف ذلك؟ إن مدخلات الشركات أيضا من ضمنها أدوات طاقة، حتى تنتج الشركة يجب أن تدخل إذا كان هنالك استخدامات للطاقة، فهذا يعتمد على الأرجح وفي أغلبه في العالم على النفط. بالتالي الشركات وخصوصا الأمريكية لها القدرة المباشرة لتوجيه ارتفاع تكاليف المدخلات إلى المستهلك، فارتفاع أسعار النفط بالفعل يهدد الإنفاق، وبما أنه استمرار ارتفاع أسعار النفط إذا استمر قد يكون سبب لتغير كما ذكرنا قبل قليل عادات المستهلكين، وبالتالي سيكون لا شك أنه مضر للاقتصاد. وهنا نعود إلى ما حصل في أعوام عندما ارتفعت أسعار النفط لأكثر من $140 للبرميل الواحد من النفط الأمريكي الخفيف. لا يجب أن ننسى بأن في تلك الفترة حصلت فقاعات اقتصادية كبيرة تبعها أيضا أول مجريات أدت اقتصاديا لبزوغ الأزمة المالية العالمية عام 2008، فارتفاع أسعار النفط بالفعل قد يكون سبب لتعثر التعافي الاقتصادي. برأيي التعافي الاقتصادي في العالم رغم أنه مستمر حتى هذه اللحظة لكنه هش ولا يحتاج، يعني ما بدنا نشوف أي شيء يعكر صفو هذا التعافي الاقتصادي حتى لو كان ناتج عن ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط. فجوابا مختصر على سؤال حضرتك، بالفعل الارتفاع المتواصل لو عاد على أسعار النفط قد يكون سبب لتعثر النمو والتعافي الاقتصادي العالمي. طيب ما علاقة مستويات التوظيف، يعني خصوصا أن مستويات التوظيف قبل أزمة كورونا كانت تعتبر معيار للحكم على الأمثل لسوق العمل، إذن ما علاقة مستويات التوظيف؟ هل هذا التوصيف صحيح بعلاقة مستويات التوظيف بسوق العمل وأيضا الاستغلال الأمثل له، أم أن هذه العلاقة غير صحيحة خصوصا وأن هذه المستويات قد شابتها الكثير من الشوائب خلال جائحة فيروس كورونا؟ صحيح. الآن بالنسبة لمقاييس البنوك المركزية نتحدث، هي في الأغلب البنوك المركزية مثل الفدرال الأمريكي، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا أيضا المركزي، يتحدثون بأن التوظيف يجب أن يعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا حتى نعود إلى مستويات ما يطلق عليه الفدرالي اسم التوظيف الكامل، بل ويعتبر الفدرالي أن التوظيف الكامل بحسب رأيه اللي هو مستويات ما دون 4% هي المستويات المستهدفة. حاليا في الولايات المتحدة معدل البطالة يبلغ 5.4%، 5.4% هو بانخفاض كبير من مستويات شهدناها ذروة أعلى من 14%، لكن إذا نظرنا إلى التاريخ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فمستويات أيضا 5.4% يجب أن تنخفض، والتوظيف شهدنا توظيف على مدى شهرين متتاليين أكثر من 900,000 موظف أمريكي جديد، لكن أين تتوجه هذه الوظائف؟ هل هي وظائف مستدامة؟ هل هي أيضا تنعكس على الدخل بارتفاع؟ هل هي أيضا وظائف بساعات عمل كاملة أم لا؟ كلها ستدخل في المعادلة. لذلك باعتقادي معدل البطالة بحد ذاته لا يجب اعتباره مؤشر عن سلامة الاقتصاد، لأنه هناك متغيرات أخرى في الاقتصاد أذكر منها على سبيل المثال مؤشرات أخرى مثل أسعار المنتجين، كذلك مؤشرات التضخم، وأذكر أيضا على وجه الخصوص مؤشرات تسمى PMIs وهي أكثر المؤشرات سرعة بإظهارها للوضع الاقتصادي. هذه المؤشرات يجب أن تكون في تعافي مستمر منطقي، فمعدل البطالة يعود لأشهر سابقة، أما هنالك مؤشرات أخرى تدعم الوضع الحقيقي للاقتصاد، فلا يجب بأي شكل من الأشكال أن نعتبر انخفاض البطالة أو عودته إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا دلالة مؤكدة على سلامة الاقتصاد. وأفضل مثال لوصف ذلك هو بمقارنة بيانات صدرت الأسبوع الماضي. أولاً بيانات الوظائف الأمريكية أظهرت إضافة أكثر من 900,000 وظيفة، وهذا يبدو بأنه جميل، لكن لنرجع إلى أيام قليلة قبلها عندما صدر التوظيف من الشركات الخاصة. التوظيف في الشركات الخاصة حقق ارتفاع حوالي 300-330,000 وظيفة جديدة، لكن جاء هذا النمو بأقل كثيرا مما كان متوقع في الأسواق،
فأين نستطيع أن نقول بأن الوظائف استقرت إذا كانت الإعلانات الحكومية الأمريكية بتشرلنا أنه أكثر من 900 ألف وظيفة لشهرين متتاليين، بينما الشركات الخاصة والمسوحات الخاصة تظهر لنا بأنها أقل من التوقعات. بالتالي يجب أن ننظر إلى الاقتصاد الأمريكي بأنه اقتصاد يتعافى بالفعل، في بريطانيا نفس الشيء، في أوروبا نفس الشيء، وفي الصين كذلك، وفي عديد من الدول في العالم. لكن أيضا يجب أن ننظر إلى الشركات الصغيرة، ليس كل موظف يعمل في شركة حكومية وليس كل موظف يعمل في شركة كبرى، لكن يجب أن يكون مسح شامل. وباعتقادي لا يجب اعتماد فقط معدل البطالة لتقييم الوضع، وليس عودته لمستويات قريبة من مستويات ما قبل الجائحة تأكيد على أن الوظائف استقرت. ودلالة أخرى على هذا الاعتقاد هو رؤية الفيدرالي. لو كان الفيدرالي يريد أن يعتمد في سياساته النقدية على قيمة واحدة من التوظيف لكان بدأ في برامج تقليص برامج شراء الأصول هذا الشهر، لكن الفيدرالي الأمريكي يريد أن يرى نمو مستدام في التوظيف، حتى أنه عدة أعضاء من الفيدرالي الأمريكي أشاروا إلى هذا الموضوع، إلى أنه نحتاج لرؤية إضافة وظائف بأكثر من 900 ألف لعدة أشهر قبل أن نبدأ بخفض برامج شراء الأصول. وهذا يفسر بأنه حتى لو عادت الوظائف أو نسبة البطالة أو التوظيف في أمريكا، أوروبا، بريطانيا وغيرها لمستويات ما قبل الجائحة، ما زالت أسواق الوظائف غير مستقرة بشكل تام وبحاجة لأن يتم مراقبتها أولا بأول. طيب سيد تشوبريان، تحدثت عن أن هناك تعافي في الاقتصاد الأمريكي، البريطاني، الأوروبي، ونحن نشاهد الأسواق في أوروبا، البورصة الأوروبية والأسهم الأوروبية تسجل أطول سلسلة مكاسب منذ نعود إلى عام 2020 بعد انهيار أسواق الأسهم العالمية، وتحديدا شهر 3 من عام 2020. ماذا حصل بعدها؟ بدأت مؤشرات الأسهم في أغلب دول العالم وبدأت من الولايات المتحدة بارتفاعات متتالية. سبب ذلك أن المستثمرين يبحثون عن مكان لوضع النقد. أين سأضع النقد المتوافر لي عندي كمستثمر؟ أين سأضع النقد في حال كانت البنوك في أغلب الدول في العالم تقدم عوائد منخفضة جدا وفوائد منخفضة؟ مع تخفيضات البنوك المركزية لأسعار الفائدة انخفضت الفوائد في البنوك أولا، وكذلك انخفضت العوائد على السندات. بالتالي يبدأ المستثمرون في البحث عن فرص جديدة للاستثمار مهما كانت الظروف الاقتصادية. سيبحث المستثمرون عن فرص. حتى لو عدنا إلى أوج جائحة كورونا ونظرنا إلى بعض الشركات، أذكر منها على سبيل المثال للحصر شركة زوم، أذكر أيضا شركة أمازون، مايكروسوفت، وهذه الشركات حققت ارتفاعات كبيرة جدا في أسعار أسهمها. هذا يدل بأن هنالك شهية استثمارية، لأن المستثمرون يعلمون بأن الارتفاعات في التضخم سوف تضر بالقدرة الشرائية للنقد. إذا في أمريكا ارتفع ل 5.4، خلينا نحكي في دول ناشئة كم سيصل؟ في بعض الدول وصلنا إلى أعلى من 18% معدل تضخم. إذا وضعت النقد في أي بنك من البنوك لن أحصل على فوائد تقابل هذا الارتفاع في التضخم. بالتالي هذا هو السبب الرئيسي الأول الذي يدفع المستثمرين حتى في أوروبا نحو أسواق الأسهم. وهنا أذكر بأن الاقتصاد الأوروبي كان من الاقتصاديات في العالم الذي واجه ركود يسمى ركود مزدوج أو W، وهو ركود بدأ خلال النصف الأول من عام 2020 ثم تبعه ركود في الربع الرابع والربع الأول من 2021. وخلال هذه الفترة أيضا مؤشرات الأسهم كانت ترتفع، لذلك ينظر المتداولون إلى الفرص. هنالك شركات استفادت من جائحة كورونا، هنالك أيضا تحفيزات من البنوك المركزية، وهنا سأركز على البنك المركزي الأوروبي. الفائدة في البنك المركزي الأوروبي هي الصفر، وأيضا المركز الأوروبي يقدم تحفيزات من خلال برامج التيسير النقدي بالمليارات بشكل شهري، ومن غير المتوقع أن يوقف هذه التحفيزات. دائما الأسواق المالية في هذه نظرة اقتصادية، الأسواق المالية تسبق في أدائها الأداء الاقتصادي، فدورة أعمال أسواق الأسهم تسبق دورة أعمال الاقتصاد بفترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر. وبالتالي
عندما نرى بأن هنالك توقعات في تعافي اقتصادي في منطقة اليورو، هنا تكون أسواق الأسهم قد سبقتها. ننظر الآن إلى مؤشر داكس الألماني أعلى من 15800 نقطة، وتفسير ذلك هو الشهية العالية للاستثمار وعدم وجود بدائل. أيضا موضوع آخر حصل في جائحة كورونا، انخفضت أسعار العديد من الشركات السوقية، مكررات الربحية انخفضت، مع انخفاض مكررات الربحية أصبح الاستثمار أكثر أمانا، ومع وجود التحفيزات الاقتصادية من البنك المركزي الأوروبي العديد من المستثمرون بالتأكيد يتوجهون لاستغلال هذه النقطة، مع استمرار أيضا في توقع التعافي في العديد من الشركات. طيب، في كل هذا، في ظل كل هذا الحديث سيد سيرجيس، إذن في ظل كل هذا الحديث أين الأسواق العربية منه؟ نعم، الآن الأسواق العربية شهدت أداء أعتبره إيجابي. لننظر السوق السعودي 30%، عندي سوق عمان المالي 21%، بورصة العراق 16%، هذا خلال الفترة من بداية هذه السنة حتى هذا اليوم، هذه حسابات حتى هذا اليوم. إذن الأداء الإيجابي حتى شمل الدول العربية، فعندما ننظر من حولنا بالفعل المستثمرون توجهوا إلى أسواق الأسهم. حتى إذا نظرنا في بورصة عمان، الكثير كان قد فقد الأمل في أن نشهد ارتفاعات، لكن هذه السنة شفنا ارتفاعات أيضا ملموسة. الآن انخفاض أعداد الفرص التي قد تتوفر للمستثمرين للاستثمار بشكل مباشر في أي دولة، مش بس الدول العربية، أتحدث أنا عالميا. في ظل جائحة كورونا شهدنا فترات كنا في المنزل، شهدنا فترات لا نستطيع التحرك براحتنا، شهدنا فترات أيضا الشركات كانت ملزمة بعدد ساعات معين وعدد موظفين معين. لذلك المستثمرون توجهوا إلى فرص بديلة، هذه الفرص البديلة تواجدت في أسواق الأسهم، وهنا أيضا اندفعت ارتفاعا. ما ينطبق على العالم ينطبق على الأسواق العربية بشكل تقريبي. إذا نظرنا على سوق تداول الأسهم السعودية، سوق تداول الأسهم السعودية ارتفع بأكثر من 90% من الانخفاض الذي حصل بشهر 3 عام 2020، ارتفاعات كبيرة. وصل مؤشر السوق السعودي لأعلى مستوياته من 2008. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني شهية استثمارية كبيرة حتى في أسواقنا العربية. طيب، ما علاقة هذا النمو في الأسواق العربية بتوزيع اللقاحات؟ هل ترى توزيع اللقاحات عمل على طفرة إيجابية في الأسواق العربية، أم أن توزيع اللقاحات والطفرة الاقتصادية لم تكن بشكل مناسب يعني بتزامن مع توزيع هذه اللقاحات؟ يعني كان يفترض، ربما أنا أبحث عن رأيك، هل يعني رأيك يتحدث عن أن الطفرة الاقتصادية يجب أن تكون أكبر من الموجودة حاليا؟ الآن إذا تحدثنا عن الدول العربية يجب أن نشملها ونعاملها اقتصاديا كالدول الناشئة في العالم وليس كالدول العظمى. هنالك إنفاق حكومي بالفعل، لكن لو تمت المقارنة في أي دولة من الدول العظمى مثل أمريكا أو الصين أو منطقة اليورو، سنلاحظ بأن الإنفاق الحكومي كان نوعا ما محدود في العديد من الدول العربية. الآن الطفرة الاقتصادية التي تحصل في الدول العربية تتكافأ نوعا ما مع قدرات الإنفاق الحكومي. وإذا عدنا إلى حملات التلقيح وتوزيع اللقاحات، هذا أمر مهم ليس فقط في الدول العربية بل في العالم كله، لأنه لا قدر الله لو لم يكن هنالك مطاعيم ضد فيروس كوفيد-19، فالتاريخ يخبرنا بأن جائحة على سبيل المثال الإنفلونزا الإسبانية استمرت لفترات زمنية جدا طويلة، وتأثيراتها الاقتصادية بقيت أيضا معها، حتى أن البعض يشير إلى أن الركود الاقتصادي الكبير الذي حصل في وقتها كان لهذه الجائحة دور كبير فيه. فبالتالي تواجد اللقاحات واستمرار عمليات التوزيع اللقاحات قد يكون داعم لعودة الحياة لطبيعتها. لا أعتقد بأننا سنعود للحياة الطبيعية في وقت قصير، لكن الظروف التي نعيشها حاليا أفضل بكثير مما كان سيكون عليه الوضع لولا وجود هذه اللقاحات. فبالتالي هنالك نمو اقتصادي، هنالك، لا أحب أن أذكر عالميا وليس فقط في الدول العربية، لا أحب أن أقول تعافي اقتصادي، لكن أود أن أقول هنا
وتيرة التعافي والعودة للاستقرار، فالاقتصاد في كل العالم وكذلك في الدول العربية يحاول أن يعود لمستويات ما قبل الجائحة بشكل تدريجي، وهذا قد يستمر. الآن في عندنا متحورات لفيروس كوفيد 19 وهو ما يقلق منظمة الصحة العالمية ويقلق العديد من الدول، وشفنا ارتفاعات في أعداد الإصابة اليومية في العديد من الدول، حتى أن الصين عادت لإجراء بعض الإغلاقات. طيب ألا يقلق هذا، ألا تقلق هذه المتحورات الدول العظمى حتى والاقتصادات العظمى، ناهيك عن الدول الاقتصادية الناشئة كما ذكرت حضرتك؟ نعم بالتأكيد بالتأكيد هي موضوع مقلق، حتى أنه الفدرالي الأمريكي أشار إلى هذا الموضوع في آخر قرار له عندما قرر تثبيت الفائدة وقرر أيضا تثبيت برامج شراء الأصول، ربط بالتعافي الاقتصادي بأي مستجدات جديدة من متحورات كورونا. الآن إذا لا قدر الله شفنا ارتفاعات كبيرة غير مسيطر عليها من عدد الإصابة اليومية بمتحورات كورونا، هنا من الممكن أن نعود، لا أقول أن نقطة الصفر لأن العالم تعلم كثيرا خلال الربع الأول والثاني من عام 2020، لكن سيضعف النمو الاقتصادي بشكل ملموس، حتى أنه صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الدول الناشئة من 6.7 إلى 6.3، لأن لما ننظر للاقتصاد الأمريكي هنالك توقعات أنه ينمو 7%، الفدرالي الأمريكي يتوقع 7.5%، لكن بالدول الناشئة تم بالفعل تخفيض توقعات النمو لهذه السنة، مثل ما شفنا اللي حصل بالهند وكذلك اللي عم بيحصل بالصين، وهذا أيضا ينطبق على الدول العربية في حال شفنا انتشارات أكبر قد يكون مضر أكثر في الاقتصاد إن كان في الدول العربية أو عالميا. إذن هناك معامل ارتباط بالفعل، ارتفاع عدد الإصابات، ارتفاع لا قدر الله عدد الإدخالات في المستشفيات والوفيات لا قدر الله، كل هذا سيكون مضر للاقتصاد، مضر بالقدرة الشرائية، لكن بشكل عام يبدو بأننا الآن في استمرارية في تعافي تدريجي أولا بأول في الاقتصاديات، لكن قد يكون هذا الأمر على مدى أطول في الدول العربية باعتبارها دول ناشئة وليست دول عظمى. طيب هل حصنت الاقتصادات العالمية وحتى العربية نفسها أمام أي موجة جديدة من فيروس كورونا برأيك بآليات معينة اقتصادية؟ وما إن كانت فعلا موجودة ما هي تلك الآليات؟ الآن آليات التعامل مع آثار، بحب أحكي أنه هي آثار جائحة كورونا، عندما نتحدث عن الاقتصاد ليس الفيروس بحد ذاته هو من يسبب الركود، لكن آثاره على المجتمع وآثاره من قرارات حكومية هي التي تؤثر على الاقتصاد. بالضبط. الآن أستطيع أن أرى من حولي بأن العديد من الدول العربية تجري بعض الإغلاقات لكن تعود للفتح السريع وليست إغلاقات شاملة، كما أشرت لحضرتك فقد تعلمنا من السابق ما حصل، كنا بالبداية أمام أمرين، أما أمام انهيار صحي أو أمام انهيار اقتصادي، والعالم في وقتها في عام 2020 اختار الانهيار الاقتصادي اللي شفناه خلال النصف الأول من سنة 2020، لكن الآن أصبحت الموازنة أكثر وضوحا نوعا ما. بذلك باعتقادي أرى بأن العديد من الدول العربية أو خلينا نحكي الأغلبية تستطيع التعامل بشكل أفضل مما تعاملت مع الجائحة خلال 2020، مثلها مثل الدول العظمى، الإغلاقات محدودة قد تكون قصيرة الأمد أو قد تكون على مناطق محددة، وهذا ما يجعلني أعتقد بأن هذه هي الأداة الأهم. لكن إذا كان رأيي الاقتصادي في كيفية معالجة لا قدر الله مرة أخرى أي موجة كبيرة للانتشار، هنا سيكون الأمر متعلق بإنفاق حكومي، دون إنفاق حكومي لن يكون هنالك تعافي مرة أخرى في حال لا قدر الله حصل انتشار كبير، لأنه في حال حصلت الانتشارات الكبيرة عادات استهلاكية تتغير من جديد، قيود جديدة يتم فرضها، فيجب على الحكومات أن تعيد الإنفاق من جديد. وهنا نعود إلى موضوع مهم جدا هو التباين ما بين الدول على قدرتها على الإنفاق، فبعض الدول تبدو قادرة على موجة جديدة من الإنفاقات الموجهة إن كان للشركات الصغيرة المتوسطة الكبيرة أو حتى إلى المستهلكين، لكن بعض الدول الأخرى للأسف قد تكون غير قادرة على دفع عجلة الاقتصاد بإنفاق يكفي لإيقاف أي تأثير. بالتالي
هنالك جهة متفائلة باعتقادي بأنه تعلمنا مما حصل من 2020، الحكومة تعلمت فلن تدخل في مخاطرة انهيار اقتصادي، الإغلاقات محدودة، لكن من ناحية أخرى لأي سبب من الأسباب، وأرجو الله أن لا يحصل ذلك في حال حصلت موجة ارتفاع كبيرة جدا في أعداد الإصابة، هنا قد نرى عجز في بعض الدول العربية عن تقديم التحفيز الاقتصادي، في المقابل دول أخرى ستكون أكثر قدرة على توفير هذا الإنفاق المطلوب لإعادة الاقتصاد للتوازن لاحقا. ذكرت أن الاقتصاد البريطاني قدم بالإضافة إلى الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والاقتصادات العظمى، والبيانات بيانات الناتج المحلي البريطانية تتحدث عن نمو بنسبة 4.8%. كيف تقرأ هذه النسبة وهذا النمو، وهل تعتبر هذه القيمة هي بمثابة استقرار للاقتصاد البريطاني أو وصوله إلى نقطة الاستقرار؟ الآن حضرتك أشرت إلى هل هو استقرار؟ بالتأكيد لا. لا أرى استقرار في أي دولة من الدول العظمى اقتصاديا. الآن الاقتصاد في المملكة المتحدة أو بريطانيا حقق نمو أكثر قليلا من 22% على مدى السنوي، هذا النمو يعتبر نمو قياسي، وكما تفضل خلال الربع الثاني حقق نمو 4.8%، لكن هذا النمو الاقتصادي ليس نمو طبيعي في الاقتصاد، بل هو بتحفيز وتحديدا ببنك انجلترا المركزي. بنك انجلترا المركزي الفائدة فيه عند مستويات متدنية قياسية عند نقطة عشرية 1% فقط، وكذلك برامج شراء أصول 895 مليار جنيه استرليني. هذا الكم الكبير من التحفيز هو ما يقدم لاقتصاد المملكة المتحدة هذه الدفعة الاقتصادية. كذلك عندما نقيس قيم الناتج المحلي الإجمالي يتم أخذ قيم سابقة للنمو، وعندما وصلنا إلى الربع الثاني من هذه السنة نقارنه بالربع الثاني من عام 2020 عندما حصل الانهيار الهائل في الاقتصاد البريطاني، فكل ما شهدنا من نمو في اقتصاد بريطانيا لم يعد الاقتصاد لمستويات ما قبل الجائحة. الاقتصاد ما زال حجمه تحت مستوياته ما قبل الجائحة بنسبة تقريبا 4 إلى 4.4%، يعني الاقتصاد البريطاني لم يستقر حتى هذه اللحظة ولم يصل الحدود التي كان عليها قبل جائحة كورونا. فقراءتي للبيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم، أولا هي بيانات تقدم الأمل لنا بأن الاقتصاد العالمي يخرج بشكل تدريجي من آثار جائحة كورونا، لكن في نفس الوقت لا يعني بأننا وصلنا إلى الحدود التي تظهر بأن الاقتصاد العالمي تعافى بشكل تام. أولا الاقتصاد العالمي يتعافى بالفعل بشكل تدريجي، لكن مع الحاجة لاستمرار تحفيزات من البنوك المركزية. طيب السيد سيرجي تشوبريان، أشكرك جزيل الشكر، محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي، ضيفا عزيزا في برنامج الإغلاق، شكرا جزيلا لك.